لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو إذا أعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. اليوم نصيحة مهمة جدا، وهي عليكم الابتعاد عن شرب الماء الذي في الخزانات التي في السطح، لأن هذا الماء يدمر الكلى ويحبس البول، يسبب الكلس في الكلى والترسبات، مما يؤدي إلى حرقان في البول واحتباس البول. أيضا له الكثير من المخاطر الصحية، لذلك أنا أنصحكم بالابتعاد عن شرب هذا النوع من الماء. شاهدوا كيف هو لونه، يعني تقريبا ماء ملوث. أنصحكم بشرب مياه الينابيع الجارية أو المياه المعدنية. إن شاء الله أكون قد أفدتكم. السلام عليكم ورحمة الله.